السلام عليكم، تحيه رياسيه، تحيه الاخوه الرياس كاملين. المشكل ديالنا صديقي هي بغينا نرجعوا نصادو بحال اللي كنا شحال هادي. شحال هادي كنا كنصادو، جات الجائحه منعونا، يعني لبينا الطلبات اللي نزلت الوزاره والداخليه اللي نزلت، القرارات اللي نزلتها لبيناها. يعني احنا ما يمكنش نخالفوا القرارات ديال الوزاره وديال الداخليه، لبيناها وبقينا ماشيين ديك المسيره. الحمد لله حاليا فعلنا الله الوباء، ما بقات لا جائحه لا والو. بغينا نرجعوا نصادوا بالليل بحال اللي كنا شحال هادي. شحال هادي كنا كنهاودوا نصادوا فشي منطقه، كيقولوا لنا خصكم الترخيص. مشينا للولايه كيقول لك حنا ما كنمنعوش. مشينا لهذيك، مشينا لمندوبيه الصيد، عطاونا الرخصه ديالنا حنا كاملين بالترخيص، والاخوان كاملين عندهم الترخيص. دابا حاليا فاش كنجيو هنايا نصادوا فشي منطقه، كيقول من العسكر ومخازنيه كنقول لك اودي ممنوع. هذا الشيء اللي بغينا حنا نعرفوا، علاش ممنوع؟ اش من قرار اللي كيمنعنا حنا نصادوا؟ بالاخص حنايا الناس طنجه، الناس الشامل كانوا طلقوا لنا الليل بفضل الاخوان السي مصطفى والسي عبد العزيز والاخوان كاملين. كانوا عملوا شي، كانوا نادوا وعملوا شي وقفه، ماشي وقفه احتجاجيه، وقفه سلبيه. ما كايناش احتجاج، حنا ما كنعملوش احتجاج، وقفه سلبيه. وخلونا نصادوا، ومؤخرا شنو غادي يعملوا لنا؟ قال لك اودي نزل واحد القرار كل شيء يصاد، طنجه كامله تنوض تصاد. ما بين نص ساعه ما قال نزل قرار اخر قال لك ممنوع الصيد ليلا. ما احنا بيدنا باقي ما عرفناش، واللي كيعطي هذه القرارات مرحبا، احنا موجودين، جميع الاخوان موجودين. حنا دابا هذا القرار، حنا اللي كنقولوا حنا الرياس، هذا القرار داير غير بيناتهم، غير بين القوى المساعده. لان احنا ما عندنا حتى مشكل مع الولايه، مندوبيه الصيد، ما عندنا مشكل حتى مع شي دائره. الا احنا المشكل اللي عندنا حاليا، حاليا هي مع مخازنيه وحراس الشواطئ. مطالب ديالنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا رجعوا نصادوا الليل بحال اللي كنا، يعني فتحوا خليونا نصادوا وما يحتكوش مع هاد الناس كبارين. راه في عمر 80 سنه 70 سنه اش كيقولها لحيه بيضه، وكيحتكوا معاه وكيخسروا معاهم الهضره، راه حشومه وعار. فاش يجي واحد جون باقي صغير مره يحتك مع واحد السيد كبير، راه حشومه وعار. هذه المره الثالثه وانا كنتكلم باسمي واسم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. ما كنطلبوا حتى شي حاجه، اللي كنطلبوا هما يخليونا نصيدوا بالليل. ما كاين حتى شي قانون اللي كيمنع مغربي وطني مغربي يصاد بالليل، ما فيها حتى شي حاجه. نظركم الجائحه هي السبب؟ الجائحه كانت طرف من السبب، ولكن لله الحمد جازت الجائحه والحمد لله كل شيء بخير وكل شيء تطلق، الا في هذا البلد السعيده طنجه والضواحي ديالها. مطلوقه في اتجاهات اخرين، ما كاين حتى شي مشكل. لا كارتو مرحبا كيقول لك في الكارتا، كيقول لا رخصه، لا كارتو مرحبا. انسان كيجي كيضرب واحد المسافه كبيره ومبلي بهاد الهوايه، ما كيطلب حتى شي حاجه. حنا الوالدين ديالنا ما بقاوش، حنا ناس كبارين رحمهم الله، كنجيو من اجل هاد الهوايه هادي. وملي تجي تعمل هاد المسافه كامله وتجي وتبغي تمشي تعمل الهوايه، ممنوع. اشرح لي علاش ممنوع؟ ممنوع، طلع في حالك. وما كاين لا احترام لا والو مع الاسف. السلام عليكم. اسمح لي، واش كتشوف هذه القضيه فيها شي حسابات ولا شي؟ القضيه فيها شي حسابات اللي غادي نشوفوا بعيد، فيها بزاف ديال المسائل، ولكن حنا هذيك المسائل كامله ما كتهمناش. اللي كيهمنا يخليونا نصيدوا صافي. قدمنا طلب، مشينا عند الولي سد النوبات، قلنا الولي ما عندهمش علاش يحصركم. ومن عند الولي مشينا عند باشا، ومن باشا المهم اللي كنمشيونا عنده كيقولوا لنا عملوا الرخص. ومشينا للمندوبيه الله يجازيها بخير، قامت بواحد العمل كبير وعدلتنا الرخص وعندنا الرخص ديالنا كنمشيو نصيدوا. ملي كنمشيو كنتفاجئوا، ممنوع. علاش ممنوع؟ جماع الله يهنيك. قلنا واحد يومين عاد منعوا دابا ما عرفتي. ملي دازت واحد عملنا احتجاجات وكذا، قازت طلقوا لنا ثلاث ايام، الجمعه والسبت والحد، ما كاين حتى شي مشكل.
البارح تفاجعنا باللي قال لك جا قرار ممنوع تصيدوا، مين جا القرار؟ خصنا نعرفوا مين. احنا اللي عرفناه نلتمسوا هاد الناس يعطيونا، لان ما كنشوفش انا مواطن مغربي ما عندوش الحق يمارس الهوايه ديالو. حنا نقولوا كنمارسوا هوايه نسميوها هوايه، ولكن كاين واحد الطائفه كبيره من هاد الناس كيسترزقوا القدس ديال الاولاد ديالهم وديك الشيء من البحر. المطالب ديالنا يخليونا نصيدوا فقط، يعطيونا الحريه، احرار عمق واحرار بلادنا. حنا ما خصناش نتينا في بلادك وغادي تحس بالمهم قموعي القمع القمع بصفه قموعي. علاش ما كيشرح لك شي كيقول لك ممنوع وزيد في حالك وما تدورش موراك؟ ماشي معقول. جينا اليوم هاد الاخوان هادو كاملين مساكن محروقين، وهاد الاخوان هادو كاملين كيحسوا بالغربه في وسط الملجا ديالو، في وسط الدار ديالو كيحس بالغربه. من اللي المتنفس الوحيد بهاد الفوضى اللي كاينه عملتوا لنا هنايا بطنجه، فوضى كلشي خصك تشد الصمقه والزعامات. المغرب كامل راه محشي بطنجه، كي عندي روح هنايا متورتحوا مع راسنا. حنا ما كيعجبنا لا الزع لا والو، طنجه طنجاوي معروف بنادم سيفيليزي محضر مع راسو، كيعجبو لا ترونكيليتي. بالنهار ما كيجيب راسه خصو يمشي يرتاح مع راسو، كيمشي للبحر ديال الله سبحانه وتعالى اللي هو فيه الحريه، اللي هو طبيب 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 كبير، كيمشي كيرتاح من الهموم ديال الدنيا. اللي عنده الاشغال ديالو راجل كبير كيردوه من البحر، خاين مع راسك راجل كبير ما تجي خطر على راسو التاكسي وهرم ولاد وهرم الصداع والجحيم ديال الحياه، وكيمشي بالعشيه مسكين للبحر. بسم الله كيعاود الثقل 15 كيلو ديال الثقل عنده، كيعاود للبحر حتى كيوصل كيجي عنده ما عرفناش واش مخزن واش ولد السوق عامل وقايه ولا شنو هو، ما عرفناش حتى شنو وقايه مدنيه ولا شنو هذاك سميتهم القوة المساعدة. كيجي بالشفرة بيدو، أنا وقعت ليها بالشفرة بيدو، كيقول له ارجع بحالك. علاش الأوامر؟ كيفاش الأوامر؟ أوامر سيدنا عطانا الحرية، الأوامر سيد الأولين اللي كيطالب بالحرية للعالم كامل، المغرب كامل. الراجل سيفيليزي، الراجل محضر، الراجل خرج الجهل من الجحر وحضره، هو الملك ديالنا نصره الله. باش يجي ولد السوق يمنعني بد الدار ديالي يعمل لي الحاد الحيط، حتى ما نحس انا براسي بالسجن بالسجن في الغربه. هاد البحر وما تشوفوش سي كواسا سي كواسا المغرب الارض حسن الناس كتحس عييت ما نشوف انا الناس كيعملوا انترفيو كيهضروا كيهضروا شويه وكذا. هاد الناس هادو ما بقاش ينافع معاهم شويه، هاد الناس هادو نافع معاهم بنادم يدخل بحوايج ويمشي ينتعر بهاد البحر هذا. ملي ما بقات هنايا الحريه سيبيني صافي تقاضى كلشي، صادنا عند الناس. طنجاوي الراجل بن بطوطه، ولد بن بطوطه هو طنجاوي كيبدي كيدلع. انا صدت بحر الناس كاملين، صدت فرنسا في الحدود من فرنسا وبلجيكا وانجلترا الحدود، كنباتوا الليالي كنضربوا بالحورس تماك. عمرو شي بوليسي مازال عندي ولا شي جوندارم ولا شي حاجه قال لي كيجي كونترولور كيجيب لك العوته. الناس بورتون تمايا كاين، بورتون تمايا كاين 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 بيزنس، كاين تخربيق ديال الدنيا والدين كاين تمايا، ولكن الناس اكفاء. كنت كنصاد لها راه فاينه، كنصاد مع راسي بالليل كيجي كطلع شي تيمبو شي سما ولا شي حاجه، كيجي برد كتحسب شي حاجه، كانوا باقي كتحسب شي حاجه، كيجي كتنوض الصباح كتجبر راسك باش مغطي جلابه ديال العسكري. شوف بنادم اللي محضر بتي دابا تخاطروني راه فاينه عند العسكري. شي ولا كان ممنوع العسكري مليون في المية غيقنعك بواحد الطريقة حضارية. هاد الجنس هادو أنا ما عرفتهمش كيفاش كيتمشاو، كيفاش عقلية، واش بوحدو مغربي؟ ما فهمتي أنا، واش بنادم اللي أونتوغي بحر كيعس على البحر ماشي موقد بالعزة؟ مشي بحالك مشي بحالك. وإذا كتعدل واحد الطريق من واحد مافيا ما تعدلاش على حسابي، لأن أنا ولد هاد المدينة عنده الحق، ما تعدلاش على حسابي. انا ولد هاد المنطقه، انا الاجداد ديالي هنا صادوا ثروه العربي كيدخل يجر الشبكه هنا. ما يجيش واحد اخويا يحرمني من البحر. علاش علاش ماشي مقد مشي بحالك؟ هذه الكلمه الاخيره اللي غنقدر نقول، ماشي مقد مشي بحالك، جيبوا لنا ناس اكفاء. مالك ديالنا نصره الله كي 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 كيوصي على الحريه، الحريه
فين عايش؟ ما بقات عندنا حريه في طنجة، الله يخليك. صافي، كلشي كيعمل الشارع يدو، كلشي كيعمل الكانه ديالو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.